بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. سبحان الله العظيم. قال ابن كثير رحمه الله: هذا مقام ذكر الله تعالى فيه شرف آدم عليه السلام على الملائكة عليهم السلام. الله جل وعلا شرف أبونا آدم عليه السلام على الملائكة الكرام عليهم السلام بما اختصه الله، بما اختصه به من علم أسماء كل شيء دونهم، وهذا كان بعد سجودهم له، بعد سجود الملائكة عليهم السلام لآدم عليه السلام. وإنما قدم هذا الفصل على ذاك لمناسبة ما بين هذا المقام وعدم علمهم بحكمة خلق الخليفة حين سألوا عن ذلك، فأخبرهم الله تعالى بأنه يعلم ما لا يعلمون. ولهذا ذكر تعالى هذا المقام عقيب هذا ليبين لهم شرف آدم عليه السلام بما فضل به عليهم في العلم، فقال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. وقال السدي رحمه الله عمن حدثه لم يذكره عن ابن عباس رضي الله عنهما: وعلم آدم الأسماء كلها، قال: عرض عليه أسماء ولده إنساناً إنساناً، والدواب، فقيل: هذا الحمار، هذا الجمل، هذا الفرس، علمه الله أسماء ذلك. وقال الضحاك رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما: وعلم آدم الأسماء كلها، قال: هي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس: إنسان ودابة وسماء وأرض وسهل وبحر وجمل وحمار وأشبه ذلك من الأمم وغيرها. وروى ابن أبي حاتم وابن جرير رحمهم الله من حديث عاصم بن كليب عن سعيد بن معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما: وعلم آدم الأسماء كلها، قال: علمه اسم الصحفة والقدر، قال: نعم، حتى الفسوة والفسية، الفسوة الريح الذي يخرج من الدبر. وقال مجاهد رحمه الله: وعلم آدم الأسماء كلها، قال: علمه اسم كل دابة وكل طير وكل شيء. وكذلك روي عن سعيد بن جبير وقتادة وغيرهم من السلف رحمهم الله أنه علمه أسماء كل شيء. وقال الربيع رحمه الله في رواية عنه: أسماء الملائكة عليهم السلام.
وقال حميد الشامي رحمه الله أسماء النجوم، وقال عبد الرحمن بن زيد رحمه الله علمه أسماء ذريته كلهم، واختار ابن جرير رحمه الله أنه علمه أسماء الملائكة عليهم السلام وأسماء الذرية، لأنه قال ثم عرضهم، وهذا عبارة عما يعقل، وهذا الذي رجح به ليس بلازم، فإنه لا ينفي أن يدخل معهم غيرهم، ويعبر عن الجميع بصيغة من يعقل للتغليب، كما قال تعالى والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير جل جلاله. وقد قرأ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ثم عرضهن، وقرأ أبي بن كعب رضي الله عنه ثم عرضها أي السماوات. والصحيح أنه علمه أسماء الأشياء كلها ذواتها وأفعالها، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما حتى الفسوى والفسية، يعني أسماء الذوات والأفعال المكبر والمصغر. ولهذا قال البخاري رحمه الله في تفسير هذه الآية من كتاب التفسير من صحيحه: حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقال لي خليفة، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا، أي لو طلبنا من يشفع لنا، فيأتون آدم عليه السلام فيقولون: أنت أبو الناس، خلقك الله بيده، وأسجد لك ملائكته، وعلمك أسماء كل شيء، فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيقول: لست هناكم، ويذكر ذنبه فيستحي، وهو الأكل من الشجرة التي نهي عنها. ائتوا نوحا عليه السلام، فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، يعني بعد ظهور الشرك، فيأتونه فيقولون، فيقول: لست هناكم، ويذكر سؤاله ربه ما ليس له به ما ليس له به علم فيستحي، لأنه سأل عن ابنه: إن ابني هذا، إن ابني من أهلي، فقال الله له: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فيستحي، فيقول: ائتوا خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، فيأتونه فيقول: لست هناكم، فيقول: ائتوا موسى عليه السلام عبدا كلمه الله وأعطاه التوراة، فيأتونه فيقول: لست هناكم، ويذكر قتل النفس بغير نفس، يعني القبطي الذي دفعه فمات ولم يرد قتله، إنما مات، فيذكر ذلك، فيستحي من ربه، فيقول: ائتوا عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله وكلمة الله وروحه، فيأتونه فيقول: لست هناكم، ائتوا محمدًا صلى الله عليه وسلم عبدًا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. الحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ثبتنا على الإسلام والإيمان، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. فيأتوني أي إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأنطلق حتى أستأذن على ربي، فيؤذن لي، فإذا رأيت ربي
وقعت ساجدا فيدعوني أن يتركني ما شاء الله، ثم يقال ارفع رأسك وسل تعطى وقل يسمع واشفع تشفع، فيأذن الله له فأرفع رأسي فأحمده بتحميد علمنيه، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة. يحد حدا الله عز وجل، فلان وفلان وفلان وهؤلاء، فيدخلهم الجنة. ثم أعود إليه وإذا رأيت ربي مثله، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة. ثم أعود الرابعة فأقول ما بقي في النار إلا ما حبسه القرآن ووجب عليه الخلود. وقبل هذا يطلب من الله أن يقضي بين العباد، الشفاعة الكبرى أن يطلب من الله أن يقضي بين العباد، ثم يأذن الله له، ثم بعد ذلك يشفع في أهل الجنة فيحد الله له حدا. هكذا ساق البخاري رحمه الله هذا الحديث هاهنا، وقد رواه مسلم والنسائي رحمهم الله من حديث هشام وهو ابن أبي عبد الله الدستوائي عن قتادة رحمه الله به، وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجة رحمهم الله من حديث سعيد وهو ابن أبي عروبة عن قتادة رحمهم الله. ووجه إيراده هاهنا والمقصود منه قوله عليه الصلاة والسلام: فيأتون آدم عليه السلام فيقولون: أنت أبو الناس، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء. فدل هذا على أنه علمه أسماء جميع المخلوقات، ولهذا قال: ثم عرضهم على الملائكة، يعني المسميات، كما قال عبد الرزاق رحمه الله عن معمر عن قتادة رحمهم الله، قال: ثم عرض تلك الأسماء على الملائكة عليهم السلام، فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وقال السدي رحمه الله في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن ناس من الصحابة رضي الله عنهم: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرض الخلق على الملائكة عليهم السلام. وقال ابن جريج رحمه الله عن مجاهد رحمه الله: ثم عرضهم عرض أصحاب الأسماء على الملائكة عليهم السلام. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا القاسم، حدثنا الحسين، حدثنا الحجاج عن جرير بن حازم ومبارك بن فضالة عن الحسن وأبي بكر عن الحسن وقتادة رحمهم الله، قال: علمه اسم كل شيء وجعل يسمي كل شيء باسمه، وعرضت عليه أمة أمة، أي من الأمم. وبهذا الإسناد عن الحسن وقتادة رحمهم الله في قوله: إن كنتم صادقين، أي إني لم أخلق خلقا إلا كنتم أعلم منه، فأخبروني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن كنتم صادقين، إن كنتم تعلمون، لم أجعل في الأرض، لما أجعل في الأرض خليفة. وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن ناس من الصحابة رضي الله عنهم: إن كنتم صادقين أن بني آدم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء. وقال ابن جرير رحمه الله: وأولى الأقوال في ذلك تأويل ابن عباس رضي الله عنهما، ومن قال بقوله ومعنى ذلك، فقال: أنبئوني بأسماء من عرضته عليكم أيها الملائكة القائلون: أتجعل في الأرض من يفسد فيها ويسك الدماء من غيرنا أم منا، فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك،
إن كنتم صادقين في قيلكم إني إن جعلت خليفتي في الأرض من غيركم عصاني ذريته وأفسدوا وسفكوا الدماء، وإن جعلتكم فيها أطعتموني واتبعتم أمري بالتعظيم لي والتقديس، فإذا كنتم لا تعلمون أسماء هؤلاء الذين عرضت عليكم وأنتم تشاهدونهم، فأنتم بما هو غير موجود من الأمور الكائنة التي لم توجد أحرى أن تكونوا غير عالمين. وقوله قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، هذا تقديس وتنزيه من الملائكة عليهم السلام لله تعالى، فالله منزه عن كل نقص وعن كل عيب، ومتصف بكل كمال وجلال وعظمة جل جلاله. هذا تقديس وتنزيه من الملائكة عليهم السلام لله تعالى أن يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء، وأن يعلموا شيئاً إلا ما علمهم الله تعالى. ولهذا قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، أي العلم كله شيء، أي العليم العليم بكل شيء، الحكيم في خلقك وأمرك، وفي تعليمك من تشاء ومنعك من تشاء، لك الحكمة في ذلك والعدل التام. قال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما سبحان الله، قال تنزيه الله نفسه عن السوء، الله منزه عن كل نقص وعيب، ومتصف بكل كمال وجلال وعظمة تبارك وتعالى. قال ثم قال عمر رضي الله عنه لعلي وأصحابه عنده لا إله إلا الله قد عرفناها فما سبحان الله، فقال له علي كلمة أحبها الله لنفسه ورضيها وأحب أن تقال، سبحان الله أي اللهم برأ من كل نقص وعيب جل جلاله. قال وحدثنا أبي حدثنا ابن نفيل حدثنا النضر بن عواء بن عربي قال سأل رجل ميمون بن مهران عن سبحان الله، فقال اسم يعظم الله به ويحاشى به من السوء. سبحان الله يعظم الله به ويحاشى به من السوء، أي ينزه عن كل سوء جل جلاله. وقوله تعالى قل يا قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال زيد بن أسلم رحمه الله قال أنت جبريل أنت ميكائيل أنت إسرافيل، حتى عدد الأسماء كلها حتى بلغ الغراب، ذكر اسم الغراب والطير معروف. وقال مجاهد رحمه الله في قول الله يا آدم أنبئهم بأسمائهم قال اسم الحمامة والغراب واسم كل شيء. وروي عن سعيد بن جبير والحسن وقتادة نحو ذلك. فلما ظهر فضل آدم عليه السلام على الملائكة عليهم السلام في سرده ما علمه الله تعالى من أسماء الأشياء، قال الله تعالى للملائكة عليهم السلام ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، أي ألم أتقدم إليكم أني أعلم الغيب الظاهر والخفي، كما قال الله تعالى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى جل جلاله.
وكما قال تعالى إخباراً عن الهدهد طير معروف أنه قال لسليمان عليه السلام ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. الهدهد استنكر الشرك، استنكر المرأة التي تعبد غير الله بلقيس، ودل سليمان عليها فدعاها إلى الإسلام فأسلمت. سبحان الله العظيم. وقيل في معنى قوله تعالى وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون غير ما ذكرناه. فروى الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، قال يقول أعلم السر كما أعلم العلانية، يعني ما كتم إبليس في نفسه من الكبر والاغترار. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال السدي رحمه الله عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن ناس من الصحابة رضي الله عنهم قال قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها، فهذا الذي أبدوا أي أظهروا، وما كنتم تكتمون يعني ما أسر إبليس في نفسه من الكبر نعوذ بالله. وكذلك قال سعيد بن جبير ومجاهد والسدي والضحاك والثوري، واختار ذلك ابن جرير رحمهم الله. وقال أبو العالية والربيع بن أنس والحسن وقتادة رحمهم الله هو قولهم لما يخلق ربنا خلقا، لم يخلق ربنا خلقا إلا كنا أعلم منه وأكرم عليه منه. وقال أبو جعفر الرازي رحمه الله عن الربيع بن أنس وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، فكان الذي أبدوا قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها، وكان الذي كتموا بينهم قولهم لن يخلق ربنا خلقا إلا كنا نحن أعلم منه وأكرم، فعرفوا أن الله فضل عليهم آدم عليه السلام في العلم والكرم. وقال ابن جرير رحمه الله حدثنا يونس حدثنا ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قصة الملائكة وآدم عليهم السلام، فقال الله تعالى فقال الله للملائكة كما لم تعلموا هذه الأسماء فليس لكم علم، إنما أردت أن أجعلهم ليفسدوا فيها، هذا عندي قد علمت، ولذلك أخفيت عنكم أني أجعل فيها من يعصيني ومن يطيعني. قال وسبق من الله لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قال ولم تعلم الملائكة عليهم السلام ذلك ولم يدروه. قال ولما رأوا ما أعطى الله آدم عليه السلام من العلم أقروا له بالفضل عليهم الصلاة والسلام. وقال ابن جرير رحمه الله وأولى الأقوال في ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما، وهو أن معنى قوله تعالى وأعلم ما تبدون وأعلم مع علمي غيب السماوات والأرض ما تظهرونه بألسنتكم وما كنتم تخفون في أنفسكم، فلا يخفى علي شيء سواء عندي سرائركم وعلانيتكم. والذي أظهروه بألسنتهم قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها، والذي كانوا يكتمون ما كان عليه منطويا إبليس من الخلاف على الله في أوامره والتكبر عن طاعته نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال وصح ذلك كما تقول العرب قتل الجيش وهدموا، وإنما قتل الواحد أو البعض وهدم الواحد أو البعض، فيخرج الخبر عن المهزوم منه والمقتول مخرج الخبر عن جميعهم، كما قال تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، ذكر أن الذي نادى إنما كان واحدا
من بني تميم. قال: وكذلك قوله: وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وهذه كرامة عظيمة من الله تعالى لآدم عليه السلام، امتن بها على ذريته، حيث أخبر أنه تعالى أمر الملائكة عليهم السلام بالسجود لآدم عليه السلام. وقد دل على ذلك أحاديث أيضًا كثيرة، منها حديث الشفاعة المتقدم وحديث موسى عليه السلام: ربي أرني آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة، فلما اجتمع به قال: أنت آدم الذي خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته. قال وذكر الحديث كما سيأتي. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا أبو كريب، حدثنا عثمان بن سعيد، حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان إبليس أعاذنا الله منه من حي أي قبيلة من أحياء الملائكة يقال لهم الجن، خلقوا من نار السموم من بين الملائكة، وكان اسمه الحارث، وكان خازنا من خزان الجنة. قال: وخلقت الملائكة عليهم السلام كلهم من نور غير هذا الحي. قال: وخلقت الجن الذين ذكروا في القرآن من مارج من نار، وهو لسان النار الذي يكون في طرفها إذا لهبت. قال: وخلق الإنسان من طين، فأول من سكن الأرض الجن، فأفسدوا فيها وسفكوا الدماء وقتل بعضهم بعضا. قال: فبعث الله إليهم إبليس في جند من الملائكة وهم هذا الحي الذين يقال لهم الجن، فقتلهم إبليس ومن معه حتى ألحقهم بجزائر البحور وأطراف الجبال. فلما فعل إبليس ذلك اغتر في نفسه فقال: قد صنعت شيئا لم يصنعه أحد. قال: فاطلع الله على ذلك من قلبه، ولم يطلع عليه الملائكة عليهم السلام الذين كانوا معه. فقال الله تعالى للملائكة الذين معه: إني جاعل في الأرض خليفة. فقالت الملائكة مجيبين له: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء كما أفسدت الجن وسفكت الدماء، وإنما بعثتنا عليهم لذلك. فقال: إني أعلم ما لا تعلم. يقول: إني قد اطلعت من قلب إبليس على ما لم تطلعوا عليه من كبره واغتراره. قال: ثم أمر بتربة آدم عليه السلام فرفعت، فخلق الله آدم عليه السلام من طين لازب، واللازب اللزج الصلب يعني الذي يلصق باليد، من حمأ مسنون منتن من طين متغير، وإنما كان حمأ مسنونا بعد التراب. فخلق منه آدم بيده جل وعلا. قال: فمكث 40 ليلة جسدا ملقى، فكان إبليس يأتيه فيضربه برجله فيصلصل أي يخرج له صوت أي فيصوت. قال: فهو قول الله تعالى: من صلصال كالفخار، يقول كالشيء المنفرج الذي ليس بمصمت. قال: ثم يدخل في فيه أي في فمه ويخرج من دبره ويدخل من دبره ويخرج من فيه، ثم يقول: لست شيئا للصلصلة ولشيء ما خلقت، ولئن سلطت عليك لأهلكنك، ولئن سلطت علي لأصينك. قال: فلما نفخ الله فيه من روحه أتت النفخة من قبل رأسه، فجعل لا يجري شيء منها في جسده إلا صار لحما ودما. فلما انتهت النفخة إلى سرته وسط البطن نظر إلى جسده فأعجبه ما رأى من جسده، فذهب لينهض فلم يقدر،
فهو قول الله تعالى: وكان الإنسان عجولا. قال ضجر: لا صبر له على سراء ولا ضراء. قال: فلما تمت النفخة في جسده عطس، فقال: الحمد لله رب العالمين، بإلهام الله. فقال الله له: يرحمك الله يا آدم. قال: ثم قال الله تعالى للملائكة عليهم السلام الذين كانوا مع إبليس خاصة دون الملائكة الذين في السماوات: اسجدوا لآدم. فسجدوا كلهم أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر لما كان حدث نفسه من الكبر والاغترار، نعوذ بالله. فقال: لا أسجد له وأنا خير منه وأكبر سنا وأقوى خلقا، خلقتني من نار وخلقته من طين، يقول إن النار أقوى من الطين. قال: فلما أبى إبليس أن يسجد أبلسه الله، أي آيسه من الخير كله، وجعله شيطانا رجيما عقوبة لمعصيته. فعلينا أن نحذر الكبر، نعوذ بالله من الكبر والكفر. قال: فلما أبى إبليس أن يسجد أبلسه الله، أي آيسه من الخير كله، وجعله شيطانا رجيما عقوبة لمعصيته. ثم علم آدم الأسماء كلها، وهي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس: إنسان ودابة وأرض وسهل وبحر وجبل وحمار وأشبه ذلك من الأمم وغيرها. ثم عرض هذه الأسماء على أولئك الملائكة، يعني الملائكة الذين كانوا مع إبليس الذين خلقوا من نار السموم، وقال لهم: أنبئوني بأسماء هؤلاء. يقول: أخبروني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، إن كنتم تعلمون، لم أجعل في لما أجعل في الأرض خليفة. قال: فلما علمت الملائكة موجزة الله، أي غضب الله عليهم فيما تكلموا به من علم الغيب الذي لا يعلمه غيره الذي ليس لهم به علم، قالوا: سبحانك، تنزيها لله من أن يكون أحد يعلم الغيب غيره، وتبنى إليك، لا علم لنا إلا ما علمتنا، تبريا منهم من علم الغيب إلا ما علمتنا كما علمت آدم عليه السلام. فقال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. يقول: أخبرهم بأسمائهم. فلما أنبأهم يقول أخبرهم بأسمائهم، قال: ألم أقل لكم أيها الملائكة خاص إني أعلم غيب السماوات والأرض ولا يعلم غيري، وأعلم ما تبدون، يقول ما تظهرون، وما كنتم تكتمون، يقول أعلم السر كما أعلم العلانية، يعني ما كتم إبليس في نفسه من الكبر والاغترار. هذا سياق غريب وفيه أشياء فيها نظر يطول مناقشتها، وهذا الإسناد إلى ابن عباس رضي الله عنهما يروى به تفسير مشهور، فالله أعلم. وقال السدي رحمه الله في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: لما فرغ الله تعالى من خلق ما أحب استوى على العرش، أي على وارتفع على ما يليق بجلاله، فجعل إبليس على ملك السماء الدنيا، وكان من قبيلة من الملائكة يقال لهم الجن، وإنما سموا الجن لأنهم خزان الجنة. وكان إبليس مع ملكه خازنا، فوقع في صدره كبر، وقال: ما أعطاني الله هذا إلا لمزية لي على الملائكة. فلما وقع ذلك الكبر في نفسه اطلع الله على ذلك منه، فقال الله للملائكة عليهم السلام: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: ربنا، وما يكون ذلك الخليفة؟ قال: يكون له ذرية يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضا. قالوا: ربنا، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون، يعني من شأن إبليس. فبعث الله جبريل عليه السلام إلى الأرض ليأتيه بطين منها،
فقالت الأرض: إني أعوذ بالله منك أن تقبض مني أو تشينني. فرجع ولم يأخذه، وقال: ربي مني عاذت بك فأعدتها. فبعث ميكائيل عليه السلام فعاذت منه فأعاذها، فرجع فقال كما قال جبريل عليه السلام. فبعث ملك الموت عليه السلام فعاذت منه، فقال: وأنا أعوذ بالله أن أرجع ولم أنفذ أمره. فأخذ من وجه الأرض وخلط، ولم يأخذ من مكان واحد، وأخذ من تربة حمراء وبيضاء وسوداء، فذلك خرج. فلذلك خرج بنو آدم مختلفين، فصعد به فبل التراب حتى عاد طينا لازبا، واللازب هو الذي يلتزق بعضه ببعض. ثم قال للملائكة: إني خالق بشرا بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فخلقه الله بيده لئلا يتكبر إبليس عنه، ليقول له: تتكبر عما عملت بيدي ولم أتكبر أنا عنه. فخلقه بشرا، فكان جسدا من طين 40 سنة من مقدار يوم الجمعة. فمرت به الملائكة ففزعوا منه لما رأوه، وكان أشدهم فزعا من إبليس، فكان يمر به فيضربه فيصوت الجسد كما يصوت الفخار أي الطين المصنوع. ففزعوا منه لما رأوه، وكان أشدهم فزعا منه إبليس، فكان يمر به فيضربه فيصوت الجسد كما يصوت الفخار، وتكون له صلصلة أي صوت. فذلك حين يقول: من صلصال كالفخار، ويقول لأمر ما خلق، ودخل من فيه من فمه فخرج من دبره إبليس. وقال للملائكة: لا ترهبوا من هذا، فإن ربكم صمد، يعني ليس له جوف، لا يحتاج إلى شيء، وهذا أجوف أي له جوف، لئن سلطت عليه لأهلكنه. فلما بلغ الحين الذي يريد الله عز وجل أن ينفخ فيه الروح، قال للملائكة: إذا نفخت فيه من روحي فاسجدوا له. فلما نفخ فيه الروح فدخل الروح في رأسه عطس، فقالت الملائكة: قل الحمد لله. فقال: الحمد لله. فقال له الله: رحمك الله، رحمك ربك. ولما دخلت الروح في عينيه نظر إلى ثمار الجنة، فلما دخل الروح في جوفه اشتهى الطعام، فوثب قبل أن تبلغ الروح رجليه عجلان إلى ثمار الجنة. فذلك حين يقول الله تعالى: خلق الإنسان من عجل، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، أبى أن يكون مع الساجدين، أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال الله له: ما منعك أن تسجد إذ أمرتك لما خلقت بيدي؟ قال: أنا خير منه، لم أكن لأسجد لمن خلقته من طين. قال الله له: أخرج منها، فما يكون لك، يعني ما ينبغي لك أن تتكبر فيها، فاخرج، إنك من الصاغرين. والصغار هو الذل، ونعوذ بالله من الكبر والمعاصي. قال: وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرض الخلق على الملائكة عليهم السلام، فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. أن بني آدم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء، فقال: سبحانك. فقالوا: سبحانك، لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال الله: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال قولهم: أتجعل فيها من يفسد فيها؟ فهذا الذي أبدوا وأعلم ما تكتمون، يعني ما أسر إبليس في نفسه من الكبر. فهذا الإسناد إلى هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم مشهور في تفسير السدي، ويقع في إسرائيليات
يعني أخبار بني إسرائيل كثيرة، فلعل بعضها مدرج أي ليس من كلام الصحابة، أو أنهم أخذوه من بعض الكتب المتقدمة، والله أعلم. والحاكم يروي في مستدركه بهذا الإسناد بعينه أشياء، ويقول هو على شرط البخاري، فالحاكم متساهل رحمه الله. والغرض أن الله تعالى لما أمر الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام دخل إبليس في خطابهم، لأنه وإن لم يكن من عنصرهم إلا أنه كان قد تشبه بهم وتوسم بأفعالهم، فلهذا دخل في الخطاب لهم وذم في مخالفة الأمر. وسنبسط المسألة إن شاء الله تعالى عند قوله تعالى، عند قوله إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فعلينا أن نحذر الكبر والحسد والمعاصي، ونتواضع ونخضع ونتذلل لله عز وجل. ولهذا قال محمد بن إسحاق رحمه الله عن خلاد، عن عطاء، عن طاووس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان إبليس قبل أن يركب المعصية من الملائكة اسمه عزازيل، وكان من سكان الأرض، وكان من أشد الملائكة اجتهاداً وأكثرهم علماً، فذلك دعاه إلى الكبر، وكان من حي يسمون جناً. وفي رواية عن خلاد، عن عطاء، عن طاووس أو مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما أو غيره بنحوه. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا عباد عن ابن العوام، عن سفيان بن حسين، عن يعلى بن مسلم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان إبليس اسمه عزازيل، وكان من أشراف الملائكة، من ذوي الأجنحة الأربعة، ثم أبلس بعد، لما تكبر طرد ولعن. نعوذ بالله من الكفر والكبر والحسد. وقال سنيد رحمه الله عن حجاج، عن ابن جريج قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان إبليس من أشراف الملائكة وأكرمهم قبيلة، وكان خازنا على الجنان، وكان له سلطان سماء الدنيا، وكان له سلطان الأرض. وهكذا روى الضحاك وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما سواء. وقال صالح مولى التوأمة رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن من الملائكة قبيلا يقال لهم الجن، وكان إبليس منهم، وكان يسوس ما بين السماء والأرض، فعصى فمسخه الله شيطانا رجيما. رواه ابن جرير رحمه الله. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فعلينا أن نحذر الكفر والكبر والحسد، ونتواضع لله ونستغفر الله. اللهم ارحمنا واغفر لنا يا ذا الجلال والإكرام، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقال قتادة عن سعيد بن المسيب رحمهم الله: كان إبليس رئيس ملائكة السماء الدنيا. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عدي بن أبي عدي، عن عوف، عن الحسن قال: ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط، وإنه لأصل الجن، كما أن آدم عليه السلام أصل الإنس. وهذا إسناد صحيح عن الحسن، وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم سواء. وقال شهر بن حوشب رحمه الله: كان إبليس من الجن الذين طردتهم الملائكة، فأسره بعض الملائكة فذهب به إلى السماء. رواه ابن جرير رحمه الله. وقال سنيد بن داود رحمه الله: حدثنا هشيم، أنبأنا عبد الرحمن بن يحيى، عن موسى بن نمير وعثمان بن سعيد بن كامل، عن سعد بن مسعود، قال: كانت الملائكة تقاتل الجن، فسبى إبليس
فسمي إبليس وكان صغيرا فكان مع الملائكة فتعبد معها، فلما أمروا بالسجود لآدم سجدوا فأبى إبليس، فلذلك قال تعالى إلا إبليس كان من الجن. وقال ابن جرير رحمه الله حدثنا محمد بن سنان القزاز حدثنا أبو عاصم عن شريك عن رجل لم يذكر اسمه عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الله خلق خلقا فقال اسجدوا لآدم فقالوا لا نفعل، فبعث الله عليهم نارا فأحرقتهم، ثم خلق خلقا آخر فقال إني خالق بشرا من طين اسجدوا لآدم قال فأبوا، فبعث الله عليهم نارا فأحرقتهم، ثم خلق هؤلاء فقال اسجدوا لآدم قالوا نعم، وكان إبليس من أولئك الذين أبوا أن يسجدوا لآدم، وهذا غريب ولا يكاد يصح إسناده، فإن فيه رجلا مبهما يعني لا يدرى كيف حاله، ومثله لا يحتج به والله أعلم. وقال قتادة رحمه الله في قوله وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فكانت الطاعة لله والسجدة أكرم الله بآدم بها أن أسجد له ملائكة. وقال في قوله تعالى فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، حسد عدو الله إبليس آدم عليه السلام على ما أعطاه الله من الكرام، وقال أنا ناري أي خلقت من نار وهذا طيني، وكان بدأ الذنوب الكبر، استكبر عدو الله أن يسجد لآدم عليه السلام. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو سامة حدثنا صالح بن حيان حدثنا عبد الله بن بريدة قوله تعالى وكان من الكافرين من الذين أبوا فأحرقتهم النار. وقال أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية رحمهم الله وكان من الكافرين يعني من العاصين. وقال السدي رحمه الله وكان من الكافرين الذين لم يخلقهم الله يومئذ يكونون بعد. وقال محمد بن كعب القرظي رحمه الله ابتدأ الله خلق إبليس على الكفر والضلالة وعمل بعمل الملائكة فصيره إلى ما أبدى عليه خلقه من الكفر، قال الله تعالى وكان من الكافرين، نعوذ بالله من الكفر والكافرين. وقال بعض الناس كان هذا سجود تحية وسلام وإكرام كما قال تعالى ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد كان هذا مشروعا في الأمم الماضية ولكنه نسخ في ملتنا، فالسجود لغير الله محرم ولا يجوز. قال معاذ رضي الله عنه قدمت الشام فرأيتهم يسجدون لأساقفتهم وعلمائهم، كانوا نصارى، فأنت يا رسول الله أحق أن يسجد لك؟ فقال لا، لو كنت آمرا بشرا أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، ولكن السجود لغير الله لا يجوز. ورجحه الرازي وقال بعضهم بل كانت السجدة لله وآدم قبلة فيها كما قال أقم الصلاة لدلوك الشمس، وفي هذا التنظير نظر، والأظهر أن القول الأول أولى، والسجدة لآدم إكراماً وإعظاماً واحتراماً وسلاماً، وهي طاعة لله عز وجل لأنها امتثال لأمره تعالى. وقد قواه الرازي رحمه الله في تفسيره وضعف ما عداه من القولين الآخرين، وهما كونه جعل قبلة إذ لا يظهر فيه شرف، والآخر أن المراد بالسجود الخضوع للانحناء ووضع الجبهة على الأرض، وهو ضعيف كما قال. قلت وقد ثبت في الصحيح
لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر، نعوذ بالله، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر، نعوذ بالله. قال المعلق: صحيح مسلم، رواه مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اللهم طهر قلوبنا من الشرك والكفر والنفاق والكبر والحسد وكل ما تكرهه يا ذا الجلال والإكرام، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقد كان في قلب إبليس من الكبر والكفر والعناد ما اقتضى طرده وإبعاده عن جناب الرحمة وحضرة القدس. قال بعض المعربين: وكان من الكافرين، أي وصار من الكافرين بسبب امتناعه عما قال، فكان من المغرقين، وقال: فتكونا من الظالمين. وقال الشاعر: بتيهاء قفر والمطي كأنها قطى الحزن قد كانت فراخا بيوضها، أي قد صارت. وقال ابن فورك تقديره: وقد كان في علم الله من الكافرين، ورجحه القرطبي وذكرها هنا مسألة، فقال: قال علماؤنا: من أظهر الله على يديه ممن ليس بنبي كرامات وخوارق للعادات فليس ذلك دالا على ولايته، خلافا لبعض الصوفية الضالة والرافضة، هذا لفظه، يعني إذا ظهر بيد إنسان شيء من خوارق العادات لا يدل على أنه ولي لله، قد يكون فتنة، كما هو حال الدجالين من الصوفية الضالين، يدعون أنهم لا تضرهم النار وأنهم يرمون يضربون أنفسهم بالسلاح ولا يضرهم، وكل هذا سحر ليس كرامة. الكرامة ما أكرم الله به المؤمنين إعانة لهم على عبادة الله، كما أكرم مريم رضي الله عنها حيث رزقها الله وهي تخدم بيت المقدس. وأما ما يزعم هؤلاء الدجالون فهو دجل وكذب. وقال بعضهم: بل كانت السجدة لله وآدم قبله فيها، كما قال: أقم الصلاة لدلوك الشمس. وفي هذا التنظير نظر، والأظهر أن القول الأول أولى، والسجدة لآدم إكراماً وعظاماً واحتراماً وسلاماً، وهي طاعة لله عز وجل لأنها امتثال لأمره تعالى. وقد قواه الرازي في تفسيره وضعف ما عداه من القولين الآخرين، وهما كونه جعل قبلة إذ لا يظهر فيه شرف، والآخر أن المراد بالسجود الخضوع للانحناء ووضع الجبهة على الأرض، وهو ضعيف، وهذا قول ضعيف كما قال. قلت: وقد ثبت في الصحيح: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر، نعوذ بالله من الكبر والكفر. وقد كان في قلب إبليس من الكبر والكفر والعناد ما اقتضى طرده وإبعاده عن جناب الرحمة وحضرة القدس. قال بعض المعربين: وكان من الكافرين، أي وصار من الكافرين بسبب امتناعه عما قال، فكان من المغرقين، كما قال: فكان من المغرقين، وقال: فتكونا من الظالمين. وقال الشاعر: بتيهاء قفر والمطي كأنها قطى الحزن قد كانت فراخا بيوضها، أي قد صارت. وقال ابن فورك تقديره: وقد كان في علم الله من الكافرين، ورجحه القرطبي وذكرها هنا مسألة، قال: قال علماؤنا: من أظهر الله على يديه ممن ليس بنبي كرامات وخوارق للعادات فليس ذلك دالا على ولايته، خلافا لبعض الصوفية الضالة والرافضة، هذا لفظه. ثم استدل على ما قال بأن لا نقطع بهذا الذي جرى الخارق على يديه
أنه يوافي الله بالإيمان وهو لا يقطع لنفسه بذلك، يعني هو الولي الذي يقطع له بذلك في نفس الأمر. قلت: وقد استدل بعضهم على أن الخارق الأمر المخالف للعادة قد يكون على يد غير الولي، بل قد يكون على يد الفاجر والكافر أيضا، بما ثبت عن ابن صياد غلام يهودي أنه قال: هو الدخ، حين خبأ له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. ابن صياد ادعى النبوة، فعندما ادعى النبوة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني خبأت لك خبيئاً فما هو؟ كنت النبي يوحى إليك ما هو؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أضمر: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. فلم يقدر ابن صياد أن يقول شيئاً، بل قال: هو الدخ، كلمة ما تفيد شيء. قال: اخسأ فلن تعدو قدرك، أنت كاهن من الكهان. قال: هو الدخ، حين خبأ له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، وهو دجال. وبما كان يصدر عنه أنه كان يملأ الطريق إذا غضب، حتى ضربه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وبما ثبتت به الأحاديث عن الدجال، أعوذ بالله من فتنة الدجال، بما يكون على يديه من الخوارق الكثيرة، من أنه يأمر السماء أن تمطر فتمطر، الله يمطرها ابتلاء، والأرض أن تنبت فتنبت ابتلاء من الله، وتتبعه كنوز الأرض مثل الأعاسيب مثل ذكور النحل، وأنه يقتل ذلك الشاب ثم يحييه، الله يحييه فتنة، إلى غير ذلك من الأمور المهولة. وقد قال يونس عبد الأعلى الصدفي: قلت للشافعي رحمه الله، كان الليث ابن سعد رحمه الله يقول: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة، تنظروا هل هو مؤمن يتبع الكتاب والسنة أم لا، لأنه قد يكون دجال فتنة. الليث بن سعد رضي الله عنه يقول: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة، هل هو مؤمن ممتثل أم هو دجال. فقال الشافعي رحمه الله: قصر الليث رحمه الله، بل إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. وقد حكى فخر الدين وغيره قولين للعلماء: هل الأمر، هل المأمور بالسجود لآدم عليه السلام خاص بملائكة الأرض أو عام في ملائكة السماوات والأرض؟ وقد رجح كل من القولين طائفة، وظاهر الآية الكريمة العموم: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. فهذه أربع أوجه مقوية للعموم، والله أعلم. اللهم طهر قلوبنا من الكفر والشرك والحسد والكبر وجميع ما تكرهه، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. قال الله عز وجل: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام.